رح نروح لمحطتنا الأخيرة فرح، وتحديداً رح نحكي أيضاً عن مشروع تم الحديث عنه مؤخراً وهو يعنى بذوي القدرات الخاصة. طبعاً قديش مهم الاهتمام فيهم من مشاريع مختلفة. طبعاً موج هي من أهم المؤسسات اللي أولتهم ضمن نشاطاتها كتير من الاهتمام بمشاريع متعددة. أكيد سلمى، الشيء الحلو والشيء المهم أنه نحن ذوي الهمم تم أخراطهم بشكل كتير كبير بالمجتمع، وشفنا نتائج كتير حلوة سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي. اليوم مشروع توازن وكل شيء عم بيقدمه والخطوات الجبارة اللي عم بيقوموا فيها، خلينا نقول قد ايه بتساهم بتطور المجتمع ودعم هي الفئة اللي بتستحق أكيد كل الدعم والمحبة. اليوم السيدة رهفة غنيمة رح تحكي لنا بالتفصيل عن هذا الموضوع وشو هي الاسس اللي عم يمشي عليها هذا المشروع. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا فيك. مشروع توازن لعام الثالث عم يشتغل نحو مجتمع اكثر استدامه واكثر صحه من خلال استخدام رياضه الدراجه الهوائيه. كان بالعامين السابقين بال 2021 وبال 2023 عم يستهدف تمكين النساء اقتصاديا عن طريق رياضه الدراجات لتوصل لشغلها لجامعتها باقل جهد حسب وقتها، ويمكن احيانا بيحميها من حالات تحرش بتصير بالوسائل العامه، وسائل النقل العامه. السنه بال 2024 كان الهدف العام هو تشجيع الناس ليحسنوا الحياه عندهم تجاه صحه افضل، ومن هون اخذنا السلوغان الرياضه حق للجميع. طيب خلينا نحكي اكثر، تم دمج طبعا مشروع توازن بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه، شو المجال اللي اشتغلتوا فيه بهذا الموضوع؟ السنه سنه التوازن 2024 تم توسيع الفئه المستهدفه مو لتشمل الشابات فقط، لتشمل الاشخاص من ذوي ذوات الاعاقه، بعد ما رصدت موج بعده جلسات الى اهميه تعلم مهاره قياده الدراجه الهوائيه بعدة جلسات بتعاون مع جمعية المجد ضمن النبك اللي بتعنى بذوي ذوات الإعاقة، لأنه نحن توجه المشروع كان بالقلمون الغربي، والسنة تحديدا أخذ مجال النبك أكثر من شابات وأشخاص من ذوي ذوات الإعاقة، يمكن ليوصلوا أغراضهم المنزلية بكلفة أقل، وممكن أحيانا يساعدهم لحتى يشتغلوا بهن يوصلوا أغراض مقابل مردود مادي برجع لهم. خلينا نحكي اليوم عن بعض الصعوبات اللي واجهتكم، بعضها ممكن كان متوقع والبعض الاخر شفتوه باثناء العمل وعلى ارض الواقع، كيف تعاملتوا مع هي الصعوبات وكيف كان الاقبال خلينا نقول والتفاعل؟ اكيد في تحديات بتواجه اي مشروع. بالبدايات المشروع كان عم نواجه تحديات الاساطير، انه الدراجه حكر على الرجال، ما بتركبها النساء لانه ممكن تاذيها. السنه حسينا الاقبال كان اكبر، خاصه انه في تعاون عالي بين فريق المشروع، الفعاليات، المبادرات الرياضيه التطوعيه، الاتحاد العام الرياضي للدراج، الاتحاد العام الرياضي والاتحاد السوري للدراجات، ليكون العمل على اتم وجهه. خاصة انه المشروع نحن مو بس الايفنت اللي ضم 325 رياضي ورياضية ومشجعين للمتدربين الجدد، كمان عندنا مرحلات على السوشيال ميديا لرفع الوعي بامكانية ركوب الدراجة الهوائية وللتعرف على قواعد سير الدراجة الهوائية. كان في فيديو موجه بكلمات بسيطة ومترجمة مع صور كرمال يعنى بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مرحلة جلسات التوعية الخاصة بالنساء والأشخاص من ذوي الإعاقة كرمال توصلهم قواعد سير الدراجة الهوائية عن طريق المحامية بطريقة واضحة ومبسطة. في عنا مرحلة التدريب، تدريب الدراجة الهوائية اللي كانت في معنا مدرب ومدربة مختصين رياضياً ونفسياً كرمال توصل المعلومة بأبسط صورة للأشخاص من ذوي الإعاقة. أكيد. خلينا نحكي عن نقطة مهمة، يعني عدد كبير من النشاطات والفعاليات بتكون فيها مؤسسة موج التنموية، يعني اللي تعنى بشيء على المدى البعيد، مو بس نشاط صغير وخلص خلص دورنا هون. خلينا نحكي عن أهمية هذا الموضوع وخصوصا بمثل هي الفئة المهمة جدا بالمجتمع. عندنا عدة مشاريع وخاصة مشروع توازن عم يشتغل، بتبرز أهميته من خلال التحدي البيئي والتحدي الصحة العامة، خاصة مثل ما عم تقولي حضرتك للأشخاص من ذوي الإعاقة. لنواجه هذا التحدي ونخلق جودة بالهواء لحتى ناخذ خطوة حيوية اتجاه جو بعيدا عن غاز الكربون، فكان مشروع توازن صديق للبيئة بالإضافة للتحدي اللي عم نواجهه
من وسائل النقل، خاصة أنه القلمون أساساً ما فيها وسائل نقل عامة داخل المنطقة، يعني وسيلة نقل داخلية. نعم، اليوم شو التطلعات لقدام؟ شو هي الخطط اللي حابين تشتغلوا عليها إن كان من فئة ذوي القدرات أو حتى باقي فئات المجتمع اللي هي دائماً بحاجة لدعم وتمكين بمختلف الأوقات وبمختلف الصعوبات اللي كلياتنا عم نعاني منها بمختلف شرائح المجتمع؟ أثبت مشروع توازن للعام الثالث على التوالي أهمية المشاريع اللي بتعمل تغيير إيجابي بالمجتمع، لنتوجه تجاه وسائل نقل أقل تكلفة صديقة للبيئة وبتوفر الطاقة. كمان حيكون هو داعم للأجيال القادمة، كل مثل بقية مشاريع الموج اللي بتعنى بإيصال التمكين وتعزيز ودعم التعددية والتماسك المجتمعي كرمال يشمل معظم الفئات ويستهدفون بمشاريعهم. ممكن تأمنوا بعض الدراجات للفئات اللي يمكن القدرة المادية ما بتسمح لأنه تقتني هاي الدراجة، حتى لو هي عرفت شو أهميتها اليوم وتعرف يمكن كيف تمارس هاي الرياضة بطريقة صحية، لكن يمكن قدرتها المادية ما بتسمح. صح تماماً، نحن أحد مراحل المشروع للعام التالي 2021-2023-2024 هو منح دراجات هوائية للأشخاص الأكثر هشاشة، فرحنا قمنا بهي الخطوة سابقاً يعني وبهي السنة حتى. طيب خلينا نحكي عن التعاون اليوم وأهميته والتشبيك مع جهات متعددة مثل ما قلتي الاتحاد الرياضي وأيضاً اتحاد الدراجات السوري، مين أيضاً من خلينا نقول شركاء بالعمل مع مؤسسة موج وعم بيكونوا عم بيقدموا إلى بعض يمكن خلينا نقول النواقص اللي موجودة؟ في عدة فعاليات اقتصادية وتعليمية من منطقة القلمون من خارج منطقة القلمون، في جامعة القلمون، جامعة الافتراضية، محطة نفاذ القلمون، بركات، إن شاء الله هيك ما أنسى حدا، ثلج الغيس، بلوبيري، بالإضافة إلى سيتي كافيه، كانوا شركاء لنا ضمن توازن بال 2024 كرمال نحن نكون الفعالية على أتم وجه وتظهر بالمخطط اللي نحن محافظين عليه ليضمن الصحة للجميع والسلام للجميع. أكيد اليوم لما يمكن أكثر من جهة بتشارك سلمى وبتدعم إن كان بمختلف النواحي وكل شخص قادر يقدم ولو شيء بسيط فهو أكيد قادر يدعم ويشجع ويطور بهذا المشروع. تماما. اليوم خلينا نحكي كمان يمكن لقدام قديش في ناس حابة تتطوع وحابة تقدم شيء إن كان لمشروع توازن وإن كان لمؤسسة موج وتكون ضمن هذا الفريق، كيف بيتم العمل معهم والتعاطي مع كل الأشخاص والشباب الحابين ينضموا لكم؟ هلأ أبواب موج مفتوحة دائما قدام جميع الأشخاص وجميع المؤسسات ليكون يدعون لنخلق هذا التغيير الإيجابي بالمجتمع، سواء مثل ما قلنا بوسائل النقل أو بأي طريقة تانية. ممكن نحن نكون عم نعمل تدريب للشباب والشابات، تمكين اقتصادي للنساء أو عدة مجالات أخرى، فأبواب موج مفتوحة دائما. نحن مكتب موج هو داخل النبك، مدينة النبك، بس التوسع الجغرافي لموج هو على مستوى سوريا كاملا. طيب خلينا نحكي كمان، قلتي حضرتك انه في جزء توعوي بيكون بنشاطاتكم ان كان للسيدات وايضا هلا لذوي القدرات الخاصة، قد ايه مهم اليوم هذا الجزء ومين اللي عم بيقوم فيه؟ هل هن من ضمن الجمعية المؤسسة او عم بيكون عم تستعينوا بخبراء اختصاصيين من برا؟ موش بشق من عمله بتعنا كثير بالسوشيال ميديا، سواء عن طريق موقع الويب او عن طريق الفيسبوك او عن طريق الانستغرام. اكيد في فريق اختصاصي عم يشتغل معنا لحتى تظهر البوستات والفيديوهات بما يتناسب مع الفئه المستهدفه، سواء بهذا التوازن كان الشابات والاشخاص من ذوي الاعاقه او اي مشروع من مشاريعه، فهو في شق السوشيال ميديا بياخذ شق كثير كبير. نعم. اليوم إذا بنقول النواقص أو الاحتياجات يلي بتحتاجوها يمكن لحتى نكمل هذا المشروع ونمشي بمشاريع تانية، شو ممكن تكون؟ دائما نحن بحاجة أنه نتعاون مع جهات أخرى لحتى يمكن توسع موج يكون أوسع وتأخذ حيز أكبر وتستهدف فئات أخرى، فهاي دائما يعني نحن بنطالب فيها هيك عن طريقكم. أكيد أكيد. خلينا نحكي، هل في شيء جديد اليوم عم تشتغلوا إلى جانب مشروع توازن؟ دائما في مشاريع جديده بموج، في شيء جديد ناطر الاشخاص حقيقه بالوقت الحالي. خليني احكي عن الجانب اللي بخصني، عم اشتغل على مشروع مصطبه مع بدايه الشهر حيكون في عنا معرض تصوير ضوئي بخص التراث بمنطقه القلمون الغربي،
بالإضافة لحفلة زجل، لأنه زجل بتمتع في عنا المنطقة، فهي هيك جزء الكل. من التراث أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم عن تفاعل الناس، سواء من هي النواحي يمكن بتخفف شوي من الاعباء. اليوم ما بننكر قديش الضغوطات صعبه والمسؤوليات كثيره، بس لما بتجي مسحه او مساحه فرح ممكن كل الناس تغير شوي من مزاجها وتغير شوي يمكن من الضغط والروتين اللي هي عايشه فيه. بتاخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ان كان بجلسه الزجل يلي حكيتي حضرتك عنها، وحتى هي النشاطات اللطيفه يلي عم بتقوموا فيها؟ بنسمع دائما من الناس انه احنا مستنيين توازن، مستنيين المشاريع اللي بتستهدفها مصطبة، فبنحس انه تفاعل الناس فعلا مع هي المشاريع قوي. مثل ما عم تقولي، هو بيخلق مساحة آمنة للأشخاص سواء رياضيا او حتى فنيا، لحتى توصلهم المعلومة بشكل لطيف، وبنفس الوقت نحن تكون هيك الى ذات فائده عليهم، سواء تمكين اقتصادي، مهاره، ايصال معلومه، فدائما نحن بنعنى بهذا الجانب. اكيد. قبل ما نختم خلينا ناخذ رساله منك اليوم بتحبي توجهيها لكل مين عم بيتابعنا عن دوره. كل واحد فينا اكيد له دور بالمجتمع وين ما كان، ان كان متطوع او ان كان بشغله. شو الرساله الانسانيه بتحبي توجهيها اليوم عبر شاشتنا؟ دائما الشغل بالجانب التنموي بده صبر، بده نفس طويل كتير ليوصل للأشخاص، فبدنا نكون سوا لحتى نوصل لهذا النفس الطويل، خاصة ببيئة بكر مثل بيئة منطقة القلمون الغربي. يعطيكم ألف عافية وتتمت نهار سعيد لكم، وشكرا. نقول صباح الخير أكيد لكل أهالينا بالنبك، وأكيد شكرا لكل أعضاء الفريق اللي عم يشتغلوا ويقدموا إن كان شيء معنوي وإن كان شيء مادي أو دعم بمختلف النواحي والمراحل اللي عم يمشوا فيها خطوة بخطوة لحتى يكمل هذا المشروع ويقدم فعلا فائدة وخدمة مجتمعية كتير كبيرة. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لوجودك.